لمناقشة الأوضاع في سنجار في ظل اعتراضات السلطات في كردستان العراق على عدم تنفيذ اتفاق بغداد. ينضم إلينا عبر سكايب من أربيل أستاذ علم الاجتماع الدكتور عبد السلام برواري. دكتور عبد السلام، مرحبا بكم. يعني بحسب ما صرح محافظ نينوى نجم الجبوري، يقول بأن الدوائر الحكومية ومنها القائم مقامية لم تعود للعمل في سنجار، لكن إلى ما ترجع أسباب ذلك دكتور؟ نعم، تحية لك، تحية للأخوات المتابعين. في الحقيقة أنا أستغرب أن يقوم مسؤول عسكري رفيع المستوى بتصوير الواقع وكأن الآخرين ليس لهم أي مجال للاطلاع عليه. يعني قبل، أعتقد قبل شهر، حاولت قوة عسكرية أن مجرد أن تتحرك من موقع إلى آخر، فسمعنا عبر وسائل الإعلام في الفضائيات متحدثين باسم PKK حزب العمال وباسم الحشد الشعبي يعلنون صراحة أنهم لن يسمحوا للقوات العسكرية بالتقرب من سنجار أو من ناحية سنون إلى آخره. هذا هو الوضع. في الحملة الانتخابية تم منع مرشحين حزب الجمهوري الكردستاني عن الاقتراب من المنطقة. فوز 3 مرشحين عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، يعني المرشحين 3 فازوا بمقاعد الدائرة كلها، دليل على أن معظم سكان القضاء موجودون في معسكرات اللاجئين لا في القضاء نفسه. أنا أعتقد، يعني كي أجيب بصورة مباشرة على سؤالكم، هناك قوى مسلحة في العراق، لا في سنجار فقط، ولكن في سنجار يبدو الوضع أكثر مأساوية. قوة لا تعترف بوجود الدولة وتعتبر نفسها خارج الدولة وربما تأخذ أوامرها من دولة إقليمية أخرى. هذه القوى سمحت لنفسها بأن تجند أكثر من 2000 إلى 3000 عنصر من عناصر حزب العمال، أصلا معظمهم ليسوا من أهالي العراق، وتمنحهم رواتب شهرية. هذا التحالف بين الاثنين بالتأكيد يخدم مصالح خارجية لا يخدم مصالح العراق. هذا يمنع منظمات الأمم المتحدة، يمنع أهالي المستثمرين من الاستثمار في إعادة إعمار سنجار أو على الأقل إعادة الخدمات لها. الحكومة التي أبرمت هذه الاتفاقية مع حكومة إقليم كردستان مع الأسف الشديد هي حكومة ضعيفة، حكومة لا تمتلك قوة برلمانية تدعمها تجعلها جريئة لاتخاذ قرارات حاسمة. هناك تخوف من أن حتى أن لا تكون القوى المسلحة، يعني الجيش والشرطة، لهم ولاء بالحكومة. هذا هو السبب الرئيسي لعدم تطبيق الاتفاقية، عدم قدرة الحكومة على مواجهة هذه الجهات المسلحة أو على الأقل على إجبارها على تنفيذ ما تريد الحكومة القيام به. دكتور برواري، طبعا في ظل ما هو معلوم من سيطرة ميليشيا الحشد على قضاء سنجار، ولكن هناك حديث من وزارة داخلية كردستان العراق تقول بأن حزب العمال الكردستاني هو من يسيطر أيضا وبشكل فعلي على القضاء. هذا التصريح تعتقده مناورة أم واقع حال دكتور برواري؟ لا لا، هو واقع حال. يعني حزب العمال استغل أحداث بعد 2014 وتعرف احتلال داعش للمنطقة، وتسلل للمنطقة مستغلا الفراغ الموجود في الحدود وأوضاع شرق سوريا. وبعد أحداث 2017 وقدوم الحشد أصبح الموضوع هو دعم الحشد لهذا التواجد لحزب العمال وتقويته عدديا ودعمهم ماليا. لذلك الطرفان هما طرفا عملة واحدة في الحقيقة. يعني الذين يقفون وراء هذه المجاميع التي نظريا تعتبر جزء من الحشد الشعبي، الذي هو نظريا أيضا لنقل مرتبط بالقائد العام القائد المسلح الذي هو رئيس الوزراء، الذي يجمع هؤلاء مع أنصار حزب يعني لا ينتمي أعضاؤه أو قيادته أو الأهداف من العراق. واضح جدا. لهذا من يلعب الدور عمليا بالتأكيد، يعني عدد
مناصري او مسلحي حزب العمال اكثر، ولكنهم كما ذكر تقريركم نعم يعني من زمن حكومه المالكي اثنين، يعني نعم تقريبا فعلا منذ 2015 يستلمون رواتب، وظهر قادة لهم على شاشات التلفزيون أعلنوا بصراحة أنهم يستلمون رواتب على حساب الحشد الشعبي. طيب دكتور، هناك تصريحات الحكومة في بغداد تقول بأنه لا معرقلات في تنفيذ الاتفاق، هل تعتقد أن ذلك تواطؤا بين الحكومة في بغداد وحزب العمال الكردستاني؟ تعتقد ذلك أن هناك تواطؤا ضد كردستان العراق؟ لا، انا اعتقد هذا يعود الى يعني لنقل عاملين او سببين. الاول هو عجز الحكومه عن القيام بذلك. نعم. الشيء الثاني هو هذا المرض الشرق الاوسطي، يعني مع الاسف الشديد انا بديت كلامي بالتاسف على قيام شخص يمثل اعلى هيئه تنفيذيه ومسلحه في العراق بان يصور الاوضاع مثل الذي يضع يدس برأسه في الرمال ولا يرى أحدا، ويعتقد أن الآخرين لا يرونه أيضا. هذا طبعا عشناه يعني منذ الخمسينيات في منطقة الشرق الأوسط، يبان الحرب العراقية الإيرانية، يبان حروب إسرائيل مع العرب. أنا كنت أتصور أن هذه العقلية قد اختفت وأن لن يجرؤ شخص على أن يستمر عليها، ولكن إذا وصل الأمر إلى ذلك هناك احتمال واحد، هو إما أن هذا الشخص الذي يستغل كونه يمثل لنقل ناطق رسمي باسم هيئة رسمية، هو موالي أو من عناصر إحدى هذه الفرق الحشد الشعبي المنفلتة التي تحمل سلاح خارج سلطة الدولة، أو أنه تعرض إلى ضغوطات. وأنا لا أعتقد هذا السبب الأول، أعتقد هو الأكثر، وهذا يدل ايضا على الماساه التي تعيش بها الحكومه العراقيه اذا لم تكن واثقه من عناصرها. نعم الذين دكتور. يجب ان يتم تكليفهم بتنفيذ المهام، فيبقى الوضع كما هو. عبر سكايب من اربيل استاذ علم الاجتماع الدكتور عبد السلام برواري، شكرا جزيلا لكم.